إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. عباد الله، إن الله عز وجل قد جعل هذه الدار دار الدنيا دار عملٍ يتزود منها العباد من الخير أو الشر ما شاءوا، وسيرون نتيجة ذلك عند انتقالهم للدار الآخرة، دار الجزاء. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال العبد الصالحة ومصدر حسناته ينقطع بموته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله أو انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية أنواعها كثيرة ولا تنحصر، وهي التي يستمر نفعها كالوقف للعقارات ونحو ذلك مما ينتفع بأصلها ومنافعها، إلا أنها لا تباع ولا تهدى ولا تورث، فأجرها جار على العبد وهو قابع في قبره ما دام ينتفع منها وتصرف في وجوه البر والقرابة، كحفر الآبار لسقاية المسلمين، ووقف الأربطة ومساكن الأرامل والأيتام، ووقف العمائر والمحال التجارية، وتخصيص ريعها للصدقات وأعمال البر، وبناء المساجد ونحو ذلك. فهذه من الصدقات الجارية. وأما الأمر الثاني من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته، العلم النافع، وهو العلم الشرعي كتعليم الشخص غيره لعلوم القرآن والتفسير والحديث
والفقه وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم، أن يعلمها العبد غيره في المساجد والمدارس والجامعات، أو أن يصنف العبد الكتب والبحوث التي ينتفع بها الناس بعد موته. وكم من العلماء المهتدين ماتوا من مئات السنين ونحن ما زلنا ننتفع بكتبهم. ولذا كان أعظم الناس أجراً هم الأنبياء، ثم الدعاة، والعلماء من بعدهم، أولئك الذين يدعون الناس إلى الخير والبر والعلم. فكل من استجاب لهم وعمل بما علموه ودعا غيره إليه كان لهم وهم في قبورهم من الأجر والثواب إلى يوم القيامة. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن أفضل أنواع الوقف هو الذي يستطيع العبد أن يجمع فيه بين الصدقة الجارية والعلم النافع، كأن يوقف ماله على الدعوة إلى الله ونشر العلم بين المسلمين. فالموفق من أوقف عمارة وجعل ريعها لدعم قناة فضائية، أو موقع على الإنترنت، أو إذاعة إسلامية يدافع بها عن الإسلام ويحارب بها الطوفان غير الأخلاقي من الإعلام الفاسد الموجه. وأما النوع الثالث مما ينفع العبد في قبره فهو الولد الصالح. والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، قال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر والأنثى من الولد، والوالد ينتفع باستغفار ولده ودعائه، بل وينتفع أيضا بصلاحه، لأن الوالد هو السبب بعد الله عز وجل في وجوده في هذه الحياة. والغالب أن للأب والأم اليد العظمى في هدايته وصلاحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. عباد الله، إن هذه الأمور الثلاثة هي من كسب الإنسان ومن عمله. فبعد موت العبد ينقطع ما كان يعمله في الدنيا من الأعمال الصالحة من صدقة وصيام وصلاة، ولا يجري عليه إلا هذه الأمور الثلاثة باستثناء المرابط في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. أما ما يهديه العباد من الأعمال الصالحة للميت فإنه يصل الميت ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بوصوله. فالدعاء والاستغفار والصدقة يصل ثوابها إلى الميت وينتفع به، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. إن كان لك ميت وأردت أن تنفعه فادع له واستغفر له وتصدق عنه. كذلك يصل إلى الميت ثواب الحج والعمرة وقضاء الدين عنه وصيام النذر. أما قراءة القرآن كقراءة ياسين كما يفعل البعض، أو الصلاة عن الميت، البعض يصلي ركعتين كل يوم عن أبيه، فالجمهور أنه لا يلحق الميت من ذلك شيء. وأما قراءة الفاتحة على روح ميت أو كلما ذكر في مجلس أو نحوه فهذه بدعة
منكرة. إذا ذكر ميت قالوا الفاتحة على روح فلان، والعجيب أنهم يقرؤون الفاتحة إذا عقدوا عقد النكاح، فكأنهم جعلوا عقد النكاح والموت شيئا واحدا تقرأ عليه الفاتحة. هذا أمر مبتدع ولا يجوز فعله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من المسلمين من لم يخلف في حياته ما ينتفع به بعد موته، وهذه مصيبة، أن يكون العبد مفرطًا في صلاته، أن يكون متعاملًا بالحرام، أن يكون معروفًا بين أقرانه وأصحابه وأهله والمقربين منه بأنه شرس الطباع ثقيل الظل، لا يحب أحدٌ أن يجالسه، يتجنبونه كما يتجنبون الموبوء بالصرع أو الموبوء بالجذام، ومع ذلك حشفًا وسوء كيد. من الناس من يجمع هذه الأخلاق الرديئة، ولكنه أيضًا يترك بعد موته ما يكون وبالًا عليه في قبره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. منهم من يوقف وقفًا يجور فيه ويظلم، فيجعل مصرفه فيما يغضب الله عز وجل، أو يخص الذكور من أبنائه دون الإناث أو العكس. من الناس من يترك علماً ضاراً غير نافع، فهذا لا تنقطع عنه السيئات ولا بعد موته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة، أو من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فيدخل ضمن هذا النوع كل من ابتدع بدعة أو علمها غيره، يدخل فيه أيضا كل من ألف كتابا أو قصة أو رواية خبيثة ماجنة، ومن فتح قناة إذاعية أو فضائية أو موقعًا إلكترونيًا أو كتب في مواقع التواصل الاجتماعي ما لا يرضي الله. ويدخل ضمن هذا النوع أيضًا المطربين والممثلين، فلصاحب الأغنية ولصاحب التمثيلية ولصاحب الفيلم ولكل من ساهم في إعداده وبيعه ونشره وإذاعته، لكل من شارك في هذه المعصية وسنها، لهم مثل ذنوب من استمع إليها أو شاهدها إلى يوم القيامة. وكذلك من رزقه الله الولد ذكرًا أو أنثى فأفسد ذريته بيده وأغدق عليهم الأموال والخيرات وغض الطرف عن التجاوزات بحجة أنهم صغار، أهمل الصلاة والصيام وغفل عن الحلال والحرام، حتى إذا مات وكان في أمس الحاجة إلى الحسنات إذا بمن رباهم يتوارثون المال وينفقونه في أسوأ الأعمال، ويلعنون أباهم إن لم يكن بالمقال فبلسان الحال، فجنى بذلك كسب يده وحصاد تربيته. فاتقوا الله واعلموا أن الله حذركم بقوله:
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فتارك الصلاة مع الجماعة والذي يؤخرها عن وقتها بحجة الكسل أو الاجتماع أو التجارة سيرى ما قدمت يداه. ذاك الذي تملأ الأغاني والأفلام بيته وسيارته وحياته سيرى ما قدمت يداه. آكل الربا والمرتشي والذي يتعامل بالقمار، وكذا المتكبر والمتغطرس، وكذا المتبرجة والرجلة من النساء وسيئة الخلق مع زوجها، كل أولئك سيرون ما قدمت أيديهم. فاختر يا عبد الله، اختر ما تود أن ترى يوم القيامة، فإن الله عدل ولا يظلم ربك أحدا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل سيرتنا بعد الوفاة أعطر مما كانت قبله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.